النقطة الخامسة، ينبغي أن لا ننسى أن للزهراء سلام الله عليها علاقتان مرويتان بالبقيع، كلاهما ذهبا بهذا التهديم الظالم، وحصل نسيان الموضع وعدم إمكان التعرف على المكان بالدقة. أحدهما مدفنها، فإن البقيع أحد المحتملات، أحد المحتملات لوجود قبرها الشريف عليه السلام. وقد سمعنا من المصادر السابقة أنه كانت توجد بقعة في البقيع بعنوان كونه قبر الزهراء عليه الصلاة والسلام، كما كانت توجد لسائر أولاد النبي صلى الله عليه وآله وبناته مثل ذلك. وقد اندرس كل ذلك بهذا الهدم الظالم على أي حال. ثانيهما بيت الأحزان أو قبة المكة، وقد كان موجودا في البقيع كما سمعنا من المصادر، وشمله التهديم الظالم، وهذا مروي في مصادرنا بكل تأكيد. وذلك لاحظوا في بالكم ما مضمونه، أن الجماعة حين شكوا كثرة بكاء فاطمة في بيتها، يأتون يشكون لأمير المؤمنين أقولها لتصبحين بالليل بالنهار، حين شكوا كثرة بكاء فاطمة في بيتها وأنها يمنعهم وأن بكاءها يمنعهم من الراحة ليلا ونهارا، قالوا إما أن تبكي في الليل أو في النهار. فلما كانت على ذلك شكوا منها أيضا، هذا ما يفيد. فبنى لها زوجها أمير المؤمنين بيتا في خارج المدينة أو في البقيع لأجل أن تخرج وتبكي فيه، وسماه بيت الحزن أو بيت الأحزان. ثم إن الأجيال المتأخرة عن ذلك العصر قد بنوا عليه قبة سميت بقبة المبكى، وزال كل ذلك بهذا التهديم الظالم. ومن كل ذلك نعرف ما قلناه، أن اليوم الثامن من شوال يوم ذكرى تهديم القبور يوازي في الأهمية يوم وفاة أحد المعصومين سلام الله عليهم. وهذا الشعر يقول: يوازي يوم عاشوراء كأنك من شهر المحرم عاشر، منتين منه.